يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. تقريبا ما بيعديش علينا اسبوع غير لما بنتكلم على الاقل عن نشاط واحد او فعاليه واحده او يعني احتفاليه ما من تنظيم اللجان المختلفه داخل النادي الاهلي. هنتكلم عن هذه الانشطه وعن هذه الفعاليات، وكمان هنتكلم بصفه خاصه عن لجنه الطفل. طبعا برضو بصفه خاصه الفتره الاخيره شفنا مجموعه كبيره من الاحداث والفعاليات كانت البطوله فيها لاطفال النادي الاهلي ولابناء اعضاء النادي الاهلي. هنتكلم بالتفصيل عن هذا الامر، وخصوصا ان احنا معانا السيده الفاضله الاستاذه نداء داوود وهي رئيس لجنه الطفل بالنادي الاهلي. صباح الفل على حضرتك، منورانا. ميرسي، نور بيكم. صباح الخير، وده بيت حضرتك يعني، وفرق زي ما بنقعد نقول يعني شارع. وفي بداية بس أستاذة نداء هسألك، لأنك كنت في لجنة المرأة حسب ما أنا عارفة، فنعرف بقى الشفت ده حصل إزاي ونتكلم أكتر كده بداية عن تأسيس لجنة الطفل. هو بداية أنا كنت يعني في البداية خالص أما حصل يعني الإعلان عن اللجان، فالحقيقة كان أنا بحب العمل التطوعي من البداية. أنا حتى وأنا في الكلية كان بالنسبة لي العمل التطوعي ده كان هدف، فبدات اول ما حصل الاعلان عن اللجان وكده قدمت، فكان السي في بتاعي الحمد لله كان كويس، عجب اللجنه الاشرافيه عليها، فكنت مقرر لجنه المراه. كان دايما من الهدف الرئيسي لمجلس الاداره ان هم كان يهتموا بالطفل والمراه والشباب، كان اهم حاجه عندهم. بعد سنه ما احنا عملنا شغل كويس جدا في لجنه المراه، فعملنا مجهودات كانت حلوه قوي وكان شغل حلو قوي اول سنه، كابتن بصراحه فكر ان هو يعني يبقى يفصل الطفل، بحيث ان الشغل كان كتير علينا، كان كتير جدا يعني، ان احنا كان لازم نختص بالطفل بقى بحاجه معينه والمراه بحاجه تانية خالص. فبدانا ان احنا يعني الكابتن بقى اشاد ان احنا لازم نعمل لجنه، فاخذنا مجموعه من الاعضاء الكرام اللي كانوا موجودين معانا في لجنه المراه، واخذنا مجموعه تانية من الاعضاء. كان بقى اول حاجه ان احنا ناخد اعضاء تحت السن، فكان اول لجنه تدخل فيها اعضاء تحت السن. تحت السن اللي هو كام؟ تحت ال 25 سنه. فكان معانا مجموعه من الشباب اللي تحت ال 25 سنه، طلبه كليه. الحقيقه ان احنا حبينا ان احنا ناخد الحاجات دي علشان عندهم افكار وعندهم مبتكرات جديده نقدر ان احنا ننمي بيها النشاط بتاعنا اللي موجود جوه النادي، وعندهم طاقه كمان بطبيعه وطاقه الحاجة. طاقه يعني مش عايز اقول لك يا كريم بقى، دي احلى حاجه في الحياه ان انت تشتغل مع الشباب. طبعا بجد طبعا. الحمد لله الاختيار بتاع اللجنه بقى ما كابتن اشاد بوجود اللجنه وكده وانشاها من 3 سنين، من يعني نعتبر من سنتين وشويه، فكان الحمد لله الاختيار من مجموعه من الاعضاء الكرام اللي كل واحد فيهم كان بيمتاز بحاجه معينه. خدنا تحت السن وخدنا فوق السن، خدنا الخبرات، خدنا الناس اللي كانت اصلا بتشتغل في عمل تطوعي، اللي شغلهم اساسا في منظمات عمل دوليه، اساتذه الجامعه، المختصين بشغل الاطفال. الحقيقه كان مجموعه الاعضاء من اللجنه الحقيقه يعني كلهم مجموعه جميله جدا متميزه جدا، وده اللي ظهر معانا الشغل اللي بعد كده.